ازيكم عاملين ايه يارب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله النهارده هنعمل كيكه سهله جدا اسمها كيكه المج سريعه جدا ومش هتاخد وقت كتير وكمان بمقادير قليله جدا سهلة تعمليها في اي وقت يلا قومي تشجعي واعمليها معايا هنعمل مع بعض هن... آم... هنقول مقاديرنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم معايا كوبايه الا ربع من اللبن كوبايه الا ربع من الزيت كوبايه لربع من السكر نص كوبايه كاكاو وكوبايه دقيق هي بس كده المقادير في الكوبايات معايا هنا آه بالطين ومعايا كمان آه بيكنج باودر وفانيليا هاخد معلقه صغيره من البيكنج باودر آه هنعمل مقاديرنا مع بعض كلها في الخلاط سهلة قوي تعالي نجيب الخلاط مع بعض ونشوف هنعمل ايه تاني بعد ما جبت الخلاط اول حاجه هحطها السكر كوبايه الا ربع من السكر هحط معاهم كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام الغير محلى معايا هنا كوبايه الا ربع من اللبن بسم الله الرحمن الرحيم معايا كمان كوباية الا ربع من الزيت هضرب المكونات دي كويس جدا مع بعض هوقف على كده وهضرب المكونات دي كويس جدا جدا وهرجع لكم تاني رجعت تاني يا بنات بصوا انا ضربت المكونات بتاعتي كلها شايفين تعملي صوص تحفه طعمه بجد جميل جدا شايفين قوامه حلوة قوي انا الصوص ده مش هضربه مش, ه... مش هعمل بيه الكيكه كلها هاخد نصه كده على جنب خالص هشيله هزين بيه الكيكه بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم اهو انا كده خدت ايه نصه زي ما انتم شايفين كده انا حاسه ان انا خدت كتير شويه ممكن ايه انزل حبه كمان بس كده طبعا هنضف الطبق وكل حاجه اهو هعمل ايه بقى في الصوص ده هضيف عليهم آه بيضتين بدرجه حراره الغرفه بسم الله الرحمن الرحيم هحط معاهم الفانيليا علشان خاطر الريحه بتاعه البيض هضرب المكونات دي كويس جدا في الخلاط وهرجع لكم تاني لكم تاني بعد ما ضربت المكون بتاعي المكونات كلها بتاعتي في الخلاط كويس جدا فضيتها بقى في بوله كده ومعايا هنا آآ زي ما انخل كده هنخل الدقيق بتاعي علشان خاطر ما يبقاش فيه اي تكتلات اهو بسم الله لازم ايديا تبقى مرفوعه كده وانا بنخل الدقيق علشان خاطر آآ آآ ما يبقاش فيه طبعا اي تكتلات ويتنخل معايا كويس جدا اهو لو حسيت ان المكون بتاعي يا جماعه تقيل شويه ممكن اضيف له معلقتين من من اللبن او ثلاث معالق على حسب ما احس ان المكون بتاعي كويس اهو بس كده خلاص هضيف كمان البيكنج باودر في حدود معلقه كبيره منه وطبعا انا في المرحله دي شلته من الخلاط علشان خاطر انا مش عايزاه يتضرب قوي عايزاه انا اللي اضربه بالاسبيتيولا كده بايدي بالراحه اهو هنخل برده معلقه معلقه البيكنج باودر زي ما قلت في حدود معلقه كبيره اهي لسه ما كملتش المعلقه بس كده خلاص هبتدي بقى اقلب بالراحه خالص من تحت لفوق لو حسيت ان المكون بتاعي تقيل زي ما قلت لكم هضيف له شويه لبن بس هو كده مظبوط جدا بسم الله الرحمن الرحيم انا بخلط المكونات كلها ببعض طبعا يا جماعه الكيكه دي مش هتدخل الفرن كيكه المج دي مش هتدخل في الفرن انا هسويها من فوق للناس اللي هي ما عندهاش فرن ولا فرنها مظبوطة وكده فهتبقى حلوة قوي انا كده ضربت المكونات بتاعتي كويس جدا خلطتها مع بعض بصوا المقادير مظبوطة قوي بسم الله الرحمن الرحيم هجيب بقى المجات بتاعتي وهرجع لكم تاني رجعت لكم تاني بصوا بقى انا حضرت هنا مجات مجات شاي حسب اي مج عندك اهم حاجه يكون المج يعني يكون كويس كده يستحمل السخونيه علشان هو اللي هيدخل في النار طبعا انا حضرت هنا المج هامله بقى المج بتاعي اهم حاجه يا جماعه ان المج ما ما يتمليش لاخره زي ما انتم شايفين كده انا هملى مثلا في حدود نص المج علشان كده كده هيزيد تاني عايزة اقول لكم ان هي بتملى بتعمل حبة حلوين اهو زي ما انتم شايفين كده انا سايبة يعتبر ربع الكوباية فاضي علشان خاطر هي هتزيد تاني هعمل معاكم واحد تاني اهو زي ما انتم شايفين كده طبعا لازم انضف الكوبايه بتاعتي كويس جدا ربع الكوبايه بالظبط وطبعا كل ده هيزيد هخلص الكميه كلها وهوريكم هسويها ازاي تاني بعد ما خلصت كميه الكيك كلها عايزه اقول لكم ان هي عملت لي ست كوبايات بالظبط معايا بقى هنا حله الحله دي هضيف عليها ميه سخنه جدا اهي بس كده يبقى بالظبط حوالي نصف الكوبايه حطيت زي ما قلت لكم نص الكوب... نص المج بتاعي ميه هبتدي بقى اضيف المجات بتاعتي هي لسه ما كملتش النص هزود شويه في الميه اهي هبتدي بقى احط كل ال كل المجات بس كده عشان تستوي معايا واتاكد ان هي بتستوي اكون ضايفاها ونصها ميه اهو بسم الله عايزه اتاكد ان هم هياخدوا كل المجات بتاعتي كده خدوة الستة بالظبط، هعمل ايه بعد كده؟ زي ما انتم شايفين كده هجيب فوطة، أنا كده جبت فوطة مطبخ أو أي فوطة عندك حسب اللي انتي بتستخدميه وهحط الغطا علشان اتأكد ان ما مش هيدخلي أي هوا ليها خالص وهلم كده الفوطة بتاعتي من على الجوانب كلها وهحطها على نار هاديه جدا آه يعني مش على مش على نار هاديه هتبقى على النار الواطيه شويه آه نص ساعه بالظبط انا هسيبها نص ساعه بالظبط مش هفتح عليها خالص هرجع اوريكم بعد كده هعمل ايه رجعت لكم تاني بعد ما الكيكه بتاعتي خرجت من على النار هي بالظبط بالظبط قعدت نص ساعه تعالوا بقى نشوف ونفتح مع بعض هي شكلها عامل ازاي بسم الله الرحمن الرحيم اهو شايفين الشكل شكلها قابب وتحفة تعالوا بقى نختبرها مع بعض بالخلة اهو بصوا طلعت نظيفة يبقى هي كده استوت خدت معي بالظبط بالظبط نص ساعة انا مش هقدر اطلعها خالص من البتاع دلوقتي هسيبها تهدى كده واطلعها واقدمها واقول لكم هعمل ايه بعد كده رجعت لكم تاني بعد ما طلعتها زي ما انتم شايفين كده طلعتها في صينيه هقدمها بيها هي بتتاكل بالمج كده يا جماعه معايا بقى هنا الصوص اللي انا كنت سايباه في الاول خالص انا خففته بشويه ميه علشان كان تقيل قوي بعد ما حطيته في الثلاجة هبتدي بقى اعمل ايه هاجي هجي... عند كل واحده كده اهو هزوقها بيهم كلهم طبعا انا مش عايزاه يقع معايا ولا يبوظلي الشكل فهزوق بس يا دوبك كده من فوق عايزه اقول لكم ما شاء الله قبت جدا وفعلا طعمها جميل جربوها يا بنات وهتعجبكم قوي والله وعايزه استنى بقى اشوف تعليقاتكم على كل حاجه انا بعملها واشوف رايكم فيها ايه اهي معايا هنا بقى فرماسيه على جوز هند على زبيب هزوق بيه لو أنتي عندك الشوكليت شويبس او عندك فرماسيه ملون هتبقى حلوه قوي برضو اهي هحط بقى هنا برضو الصوص لكم برضو في الاخر بعد ما زينها رجعت تاني بعد ما زوقت الكيكه بتاعتي خالص وخلصتها نهائي عايزه اقول لكم ان هي شكلها حلو جدا وطعمها كمان حكايه بصوا عايزه اوريلكم شكلها بصوا انا بقى هوريلكم من جوه شكلها كمان انتي بتاكليها بالمج كده بسم الله بصوا هشه جدا وطريه جدا يا جماعه والله فعلا طعمها روعه بصوا ما تنسوش يا بنات لو الفيديو عجبكم تعملولي لايك واشتراك للقناه وتفعلولي الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني باذن الله واستنوا مني كل جديد وهستنى دايما تعليقاتكم وارائكم في الحاجه اللي انا بعملها حابه ان انا افتح لكم واحده كده من جوه بس عايزه اجيب طبق اهو هجيب بس طبق وهفتحها لكم برده من جوه عشان تشوفوا شكلكم تاني بعد ما فضيتها في البتاع انا دي كنت واكله منها بصوا شايفين طريه جدا بصوا طريه قوي ازاي وهشه عايزه افتحها لكم من النص كمان اهي بصوا شكلها من جوه بصوا هشه قوي وطعمها بجد حكايه عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه مم. والله بجد طعمها يهبل يا رب تعجبكم ان شاء الله <applause> زي ما قلت لكم هستنى كومنتاتكم وتعليقاتكم باذن الله <applause> يلا باي باي